أهلا بيكم، أنا الشيف طارق. في ناس كتير قوي بتكلمني على الفيسبوك وبيكلموني على التليفون وساعات إيميلات، في مجموعة حاجات أو في misconception أو اللي هي عدم وضوح الرؤية عن إزاي إحنا نقدر نعمل روست مظبوط. أنا النهاردة هوريكم إزاي إن إحنا نعمل روست 100%. زي ما أنتوا شايفين الحتة دي بتيجي من الوسط، أنا شلت العظم كله منها، فدي عندي حتة تندرلوين أهي، ودي حتة تندرلوين تانية أهي، وبعدين عندي العظمة أنا وردي شلتها لأن أنا مش هصور أكتر من 3 دقايق، هنحط دي هنا كده على جنب. هعمل بعد كده حاجة بسيطة قوي، هاخد حتة اللحمة دي وبعدين هاخد الحتتين دول وأحط واحدة عكسي كده وأحط واحدة كده عشان يبقى السمك كويس. أنا هاخد شوية من الملح، نحط ملح كتير ما نخافش، وهناخد شوية فلفل. بعد كده هناخد أصعب حتة اللي الناس دايما بتقلق منها، هناخد حتة اللحمة دي كده وهناخدها كده وهنلفها. عندي نوع من الدبار ده بسيط جدا، هاخده أحطه هنا كده وهعمل عقدة، واحد اتنين تلاتة واقفل. دي هتجري معايا أهي، شايفين إزاي هتجري. بعد كده هعمل لوب، ادي لفه والتانيه، واروح حاطط دي هنا كده. وبعدين هلف هنا كده وهلف واحده تانيه. عايز المسافات دي تكون قريبه من بعضها على قد ما اقدر وانا بعملها. كل ده هيديني شكل حلو وفي نفس الوقت هيحافظ على حته اللحمه بتاعتي عشان تفضل متماسكه، وفي نفس الوقت كلها هتستوي في نفس الوقت. دي هنا كده وهاجي هنا هعمل عقده عاديه خالص وهشدها من الناحيه الثانيه. هناخد حته اللحمه دي وهنحطها في الطاسه، ان شاء الله تكون الطاسه سخنه. احط دي هنا كده ونروح، لسه مش سخنه قوي، هنستنى عليها دقيقه واحده، نعلي النار شويه. الملح بيعمل حاجة لذيذة قوي، بيشد المية من الفات وبيديله شوية كرملة متدلعة. يعني حتى أنا هاخد دي كده هلفها كده واخد كل الملح اللي في الجناب ده، هيديني طعم زي الفل. سنة زيت صغيرة رغم إن أنا ممكن إن أنا محتاجوش، بس عايز أشوف السخن، لا سخنة قوي بتدخن، وزي الفل. ممكن إن أنا ما أحطش ده خالص، هاخد دي وهحطها هنا، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وايه نسيبها تاخد لون. اول اللحمه ما تبدا تاخد اللون الروزيه الحلو ده هعمل ايه؟ هاخد شبكه شويه بصل شويه جزر اي حاجه واحطهم. انا عندي هنا شبكه، فانا هستغل الشبكه دي وهشيل حته اللحمه زي ما هي كده وهحطها هنا، وبعدين هاخدها على الفرن وتطلع من الفرن تاكلوها بعد ما ترتاح شويه بالهنا والشفا. نحط النص ساعه الاولانيه على 200 وال15 دقيقه التانيين على كام؟ على 180. هنريح حتة اللحمة دي شوية صغيرة وبعدين نرجع لها تاني. بقى لها هي تقريبا 10 دقايق، تعالوا نفتح دي كده ونشوف حتة اللحمة دي عاملة ايه. اها، هنقطع كده سلام. والله العظيم ثلاثة، أنا باكل زبدة بالهنا والشفا، وأشوفكم في إن شاء الله تكنيك تاني. أنا بعلمكم تكنيك مش وصفة، دي أهم من الوصفة. سلام.
lambandbeef.com.